Thank you.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amen.
Allah ya salam ya rahman.
حياكم وحيا الله ترعاكم. سلام الله يا سلام من الرحمن يرجاكم. اللهم ربنا وسلم عليناكم. سلام الله يا سلام من الرحمن يرجاكم. المهدر شبهنا ومنقذنا وإياكم. يغفر ذنوبنا ويصلح ذنوبنا ويحل مظلومنا يقبل على ما فينا رب كل سائل منهم سهول على ما يرضي الله ورسوله التعليم على طريق الهمز فتوح العارفين ربنا واياهم في الدين اجعلنا من الجميع العاملين المكتفين لاثار سيد المرسلين اقبل هذه زياره بحق الحي باحمد بن علوي الحداد صاحب الحضره والمقام الاكيد اجعل المقام والحي عبد الله بن حسين بن وبلغنا أماننا وصلح قلوبنا ونياتنا وطلاب والأحباب والحمد لله والأجداد وصلح المذاخرين من البلدان والأحباب والنصان وصلنا بدعاء وبلغ الحاضرين كل ما سأل حبيبا حسين وحسن ومن دام معه في ذلك المسلك السنن والحاضرين جميع ساداتنا الحداد والمنبور بهذه الرحالة طاهرة المباركة نسألك اللهم بهم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم وترحم أمة النبي محمد وصلح أمة النبي محمد تحفظ أمة النبي محمد فرج على أمة النبي محمد تغيث أمة النبي محمد جعلنا مصالح صالح أمة النبي محمد تقسم لنا البركات سلسة الناس على الربيع الأول بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى في عابه ولا بطول عمر وطاعة وحياة سنن ونعمل بها وتخلوا بأخلاقه وتعلوا بآدابه صلى الله عليه وسلم شرفنا برؤيته المنام ونقضى وراضا عنا وحقنا بمقامة الحين حمد علي الحداد مقامة جد سيد الإمام الحداد وإنه صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي وأهليني للطريقة وحي ميت جناني ثم من بعد هذا عاد مبسوط ثاني وهو قربي من المختار طه اليماني اللهم قربنا في من قربته وخلنا في من غفرته واصطفنا في من اصطفيته ربنا وفقنا بدعاء من قام بهذه الرحلة التعبية نسأل الله تولى وسائل منا ما سأل والمؤمل منا من أمل برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية كونية صالحة جامعة بروح جميع الأنبياء والمرسلين سادات من بدنا آدم إبليس ومحمد صالح إبراهيم وإسماعيل إسحاق يعقوب وجميع الأنبياء والمرسلين ملائكة الله والروحانيين ثم روح هجرة صلى الله عليه وسلم وزوجات ونسل أصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمهات المؤمنين سيدنا عائشة خديجة الكبرى عائشة رضي الله عنها الزهراء سيدنا محمد الحسن أبي عبد الله الحسين علي سيدنا عبد محمد الباب جعفر الصادق رضي محمد النبي الصدومي سيدنا المهاجر إلى الله النبي سيدنا عبد الله بن عبد الماجد علي بن عبد الله الجديد وسيدنا محمد بن علي الصومة سيدنا علي بن علي خالصا سيدنا محمد بن علي مولى مباصر الأستاذ العظيم الفقيه المقدم وأولاد علي وعلي عبد الله بن عمر وغيرهم من الفقراء وجميع مشايخ المقصرين وسيدنا علي بن علي مدرس سيدنا محمد بن علي بن علي مدرس الأستاذ محمد أسر الله سيدنا إمام الأحكام الشيخ عبد الرحمن السقار سيدنا أبو زكريا علينا جميع أولياء الثلاثة عشر والدراري الموصول لهم الله جميع على أبي على أبي الفقيه سيدنا إمام عبد الرحمن عبد الله بن علي الحداد ابن محمد بن علي الحداد وصول مفروح وجميع أولياء الله في غامض علم الله خلنا نياتنا بيئة مقاصدنا في مقاصد معاملنا في أعمالهم يفتن لنا بالخاتمة الحسنة وموت على الشهادة بعد عمر طويل وحال جميل لحضرة النبي الفاتحة ربنا تقبل شامي وعلي وتقالي إلى ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أصل الله في المعنى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الله الله يا صلى الله عليه وسلم